السلام عليكم خوتي اخوتتي، مرحبا بكم في قناة محمد آدم. هي قناتكم على كل حال. اللي راه يشوف فينا أول مرة يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي راه مشترك معايا ندعي له ربي يحفظه ويضرب اللايك يدعم خوه. وش حبيت نقول لكم اليوم؟ الفيديو تاعنا جبناه لكم من الصحراء، حبيت ندير ديديكاس. كان بزاف خاوتي كانوا كاتبين لي ديرنا ديديكاس، وكنت كاتبهم في ورقة. وكان خاوتي يمكن راهم كاتبين لي كتب لي ديديكاس في كاش فيديوهات قدموا منا ما طلعوا ليش ما كتبتش. المهم لي راهم لي كتبوا لي خاوتي راح ندير لهم الديديكاس تاعهم دوكا. بصح شنو راح ندير لكم من الصحراء؟ كاين بزاف اللي قال لي كيفاش الصحراء وراك تقول ما شاء الله. واش حبيتو خاوتي نقول لكم؟ الله لا يبارك ولا كيف؟ الله يبارك ما شاء الله. الصحراء تاعنا كبيره وشابه وهايله، عجبتني. رحت انايا الطاقه السلبيه قاعد حيتها ثمك. صح اللون الاصفر ما يزهيش العين، بصح نقول لكم حاجه، اللون الاصفر تاع الرمله هذيك استاذن ما يزهيش العين، بصح خاوتي صدقوني بالله غير رحت قعدت سمانه والله غير الطاقة السلبية كاع نحيدها وجيت. كي تقعد تشوف غير فوش خلق ربي سبحانه، وش خلق الرحمن سبحانك، لا إله إلا أنت. المهم خاوتي وش نقول لكم، كاين عبد اللي إسماعيل من تلمسان، تحياتي ليه وتحية الناس تلمسان. إن شاء الله نزوروها ثاني، إن شاء الله نزوروها بناسها. المرة اللي فاتت رحت زرتها وحدي، ان شاء الله المره الجايه نزوروها بناسها. كاين بزاف اللي مثل مثلا عطاو لي التليفونات تاعهم ربي يحفظهم، قالوا لي روح لينا كي تجي المره الجايه روح لينا. وان شاء الله ان شاء الله ربي يطول الاعمار. كاين الاخ مجاطي مصطفى من المغرب ولا من المغرب، خاوه من بيناتنا عداوه، تحياتنا الناس المغرب. ربي يحفظكم، احنا خاوه لغه واحده دين واحد كلشي واحد. اللي حبي يفرق بيناتنا ربي راه في السماء. كاين اغيلاس بشير قال لك دير لي قدام اودي. خويا بشير الله غالب، ما قدرتش ندير لك قدام اودي، راني درت لك في صحراء ورقله. واش نقول لك خويا اغيلاس؟ المره الجايه ما نوعدكش، بصح اذا غاتش اسمك اغيلاس، كاين واحد فاميلتي اسمه اغيلاس، معناتها يمكن تفكرك قدام كاش اودي ولا. ان شاء الله اخي ناس اسم قبايلي ولا امازيغي، تحيه الناس القبايل، تحيه الناس تيزي وزو بجايه وكاع القبايل وين ما كانوا. فارس غربي قال لي غير اسمه. كاين موح ابو عاله، هذا البارح كومونتي لي في الفيديو تاع الشوا، حبيت ندير له ديديكاس من الغواط، ناس ملاح. وهو اللي قال لي وين كنا انا، والله ما يمكن قال الانسان اللي كانوا معايا في كي خرج للشوا قالوا لي اسمه، بصح ما نسيت من كثرت انبهرت شويه، والكاميرا تاعي وحده بلوكات، والتليفون كان قريب يتعمر، شغل زعفت شويه هكذاك، شغل ما كنتش مبرونشي يمكن. المهم ابو علا هو اللي قال لي هذاك اللي وين درنا الشوا، واسمه حوض بركاوي. ربي يحفظك خويا محمد ابو علا من الغواط، ناس الغواط اقسم بالله العظيم صدقوني خاوتي، ماشي زعما والله ناس الغواط، والله غير هبلوني بالكرم تاعهم. كاين على كل حال كاين والله غير بزاف عباد من البلدانه اللي كتبوا لي في الفيسبوك يعطوني، اقسم بالله غير حتى يحشموك من الكرم تاعهم. الله يحفظكم ان شاء الله خاوتي ناس الغواط، وكاع 48 ولايه ولا 49 ولايه، حتى ناس مرزاي اللي هي تاعنا. كاين ثاني خونا ياسين، ثاني ياسين عطية من الغواط، ثاني ناس ملاح حبايب. انتي نحسوك شعور كيما انايا، بون فيفون ناس ملاح. ربي يحفظك خويا ويحفظ كاع ناس تامر راست، هو يخدم في تامر راست ربي يحفظه. كاين خويا شمس الدين وناس عنابة، تحية الناس عنابة، انا بنحبها بزاف، عندي عائله ثم. ربي يحفظكم. كاين بزاف من عنابه ثاني عطاوني ارقام تاعهم، قالوا لي نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله ربي يرفد علينا الوباء تاع كورونا هذا، ويرفد علينا الهم هذا،
ويفتح علينا ابواب الخير ان شاء الله، وتتعاودوا نولوا كيما كنا. وان شاء الله اذا كتب ربي، ان شاء الله اذا جيت في الصيف ولا اذا تسقمت الايام، ان شاء الله واحد يجي ان شاء الله ونجوز على خوتي كاع ونتلاقى وانتيكو بيان كاع، والله صافي بليزير. المهم اخويا شمس الدين هذا حبه من الكبار، حبه مقطوعه من عنابه، تحيه ليه، تحيه لاهله ودارهم والبنت تاعو صغرونا ربي يحفظها. عندي بزاف ما درتش مع شمس الدين. كاين واحد ثاني عندي بزاف ما درت له جديد، كاس بلال وناس جيجل، هذا من الاوائل الاولانيين اللي كان يطلع لي في المورال وكان يكتب لي غير الكتيبه الشابه. هذا صح كنت نقرا الكومونتات تاعو، صح ايجابيه ديريكت. ربي يحفظ اخويا بلال وناس جيجل ثاني. ان شاء الله نزورو جيجل ونزيدو نعطوها البجايه ان شاء الله يا رب الكريم. كاين خالد لي كان يشوي، كاين كان داير شوايه في هذاك، اسمه خالد من ورقله، انسان طيب ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله، هذا ناس ملاح سبحان الله. كي تهضر مع الانسان غير شويه تحس فيه واحد الحاجه. وناس الصحراء على بالك ناس كرامة، ناس يحترموا، ناس ما تحسهمش كشغل رابيد. حنا في الجي سونتر ولا في عنابه ولا كي تهضر معاك شغل تحسو يطير، كشغل يحسو رابيد في الهضره، كشغل ناس الصحراء تلقاهم كالم، تلقاهم ناس مليح كشغل. هذا خالد منهم ونحسبه كذلك. ربي يحفظك خويا خالد، يحفظ لك كاع عائلتك. عرضني مسكين الغدا انا وخويا احمد اللي قعدت عنده في ورقله، والله غدرنا واحد الغدا وصورته، وهذيك الكاميرا الممحونه هذيك ما باش اذا ضربوها لي بعين ولا ما باش وش صرات، ولات ما تكاميراش كاميرا كاع. من بعد كي رحت لقيتها براحت شحال زعافت، واحد المواكل واحد الاكلات تسمى يديروهم في الصحراء. المهم ان شاء الله مازال ليا ما شاء الله، ربي يحفظك خويا خالد. وكاين واحد اسمه محمد ثاني من ورقله، اخوه محمد هذا ثاني اللي دانا سيدي خويا اللي تفرج الفيديوهات بالطوموبيل تاعو، ربي يحفظه انسان طيب ونحسبه كذلك. كاين امين ونسيبه، هذا امين هذا كاين اللي رحت ليه الورقله واسمه احمد، احمد هذا امين نسيبه. امين ثاني انسان طيب ناس مليح ربي يحفظه، عرضني شحال من مره لدارو، والله قلت لكم غادي قلت لكم بالقدر. على كل حال امين هو من مديه، تحياتنا للناس المديه وربي يحفظكم. ناس كرامة ثاني وناس ما شفنا منهم غير الخير، والله احمد ثاني احمد اللي استقبلني في دارو هو ولادو اهله، تحيه منا من المانيا. ربي يحفظكم ان شاء الله ويبارك لك في مالك واولادك وصحتك يا خويا. ما خويا احمد هذا قتلني بالقدر، قعدت عنده سمانه والله العظيم غير سبحان الله، انسان طيب تقول انا سبحان الله. ان شاء الله ربي يلاقينا غير بالرجال الزينين كيما حنايا. خويا احمد ربي يحفظك ويطول في عمرك. كاين ثاني خالد، خالد وناس حمام زلفانه، هذا خالد خاوتي اللي كان ضاربينا في غردايه اللي شاف الفيديوهات. على كل حال الفيديوهات ما راهمش فيهم لي في بزاف، انا على كل حال فيهم لي في، ما فيهمش لي في انا يا ما يهمنيش الامر، انا اللي يهمني نصنع محتوى شباب. اديت معايا كاميرا شابه والله غالب خاوتي طاحت لي في الارض، ولات ما على باليش اذا ولات ما تكاميريش تكاميري ومن بعد نحسها بلي تتكسر الفيديوهات. المهم خاوتي راح نبدلها ان شاء الله يولي المحتوى بصوره جميله. المهم انا نصنع المحتوى، المحتوى على حساب عيني، على حساب واش نشوف، على حساب واش نحس. المهم تحيينا خالد اللي ضربينا في غرده، يا ربي يحفظ اخويا العزيز ويعطيك ما تتمنى. واش نقول لك، تحيه لكم كاع الجزائر من الولايه رقم واحد الولايه رقم 49. نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، نتلاقوا في ساعه زينه الناس الزينين، ادعوا واستغفروا ربي ان شاء الله يمكن يفد علينا الوباء. الله يعطيكم ما تتمنوا ناس زينين. واش نقول لكم ثاني، صلوا على رسول الله وكثروا من الاستغفار، كثروا من الاستغفار. سمعت بلي الاستغفار يقدر ينحي كلش، يجيب الرزق، ينحي المرض، يجيب الزوجة الصالحة، يجيب الأولاد، يجيب كلشي. المهم صلوا على رسول الله، نحبكم في الله، تهلاو في روحتكم والسلام عليكم.